جدا سعيدين بزيارة الدكتور عبد الملك تادر، والذي هو معروف لديكم ولدى المجتمع الفلسطيني بأنه رجل الأعمال الفلسطيني المتمرس. يعني من خلال هذه الزيارة ممكن أن نتبلور شيء لنعمل معا بشكل مشترك، وأن نسجل في القدس تاريخا لهذا المشروع إن شاء الله الذي نبلوره في المستقبل القريب. هذه الزيارة بتشرف فيها، يعني كان في لقاء اليوم مع الدكتور عماد أبو كشك رئيس الجامعة، وجولة في الجامعة وحديث حول آفاق التعاون ما بيني أنا وشركاتي وما بين الجامعة. الإنسان بيعتز للتطور اللي عم بيصير في الجامعة، ما شاء الله المباني الحديثة في كل مكان، ما شاء الله البرامج اللي عم بتنفذها الجامعة اللي تعتبر من برامج ناجحة على مستوى النظام الأكاديمي العالمي. نصيحتي لطلاب جامعة القدس: طموح، الطموح بدون حدود، والعزيمة والإصرار على تحقيق هذا الطموح والنجاح في حياتهم. وأنا متأكد أنه أي إنسان بيكون عنده طموح وإصرار على تحقيق هذا الطموح لن تكون هناك عقبات أو لا تكون هناك حواجز لن يستطيع أن يتجاوزها أو تتجاوزها هذا الإنسان، ما دام يؤمن بطموحه، ما دام يؤمن بالمستقبل المشرق. وأضيف على ذلك أنه أتوقع اسم القدس نفسه رح يكون عنده بركة خاصة تساعد على تجاوز هاي العقبات.